يا هلا فيكم مشاهدينا. فقرتنا اليوم فقرة مواهب شبابية، واليوم عندنا موهبة شبابية لفتاة كويتية تألقت في مجال رياضة الفتنس وأيضا في مجال رياضة رفع الأثقال، واليوم راح نستضيفها ونستشيرها شلون الوحدة تحافظ على رشاقتها وشلون تحافظ على وزنها المثالي. ضيفتنا اليوم الرياضية ليالي الكندري، راح نستضيفها الحين ونتحاور معاها ونعرف منها أكثر وأكثر، تابعونا. مشاهدينا طبعا الحين معانا ضيفتنا الرياضيه ليالي الكندري، حياك الله بدايه. الله يحييك حبيبتي. حبيبتي انا بنعرف بالبدايه شنو سر رشاقتك؟ سر رشاقتي تعلقي بالرياضه واهتمام نظام اكلي. بس هذا هو؟ طبعا اكيد نظام اكل ضروري يعني مع نظام الرياضه مالتي الاكمل. ليالي نبي نعرف اكثر، يعني انا اللي عرفت ان انت تتقنين رياضه رفع الاثقال والفتنس، فانت شلون ان تجمعينهم بنفس الوقت مع بعض؟ وهل انت شايفه ان هم يكونون مع بعض ولا كل واحد بروح؟ طبعا هم رياضه واحده يعتبرون. اوكي، رفع الاثقال فيها حركات معينه شوي تختلف، هي بلها تقنيه معينه، بس ترى هي مرتبطه بالفتنس. عشان تكونين انت انسانه فتنس ويكون عندك العناصر كامله مالت الفتنس لازم تعرفين تلعبين رفع اثقال. بس هي مجرد حركات يعني بس اتميز فيها. انزين، انت عارفه الحين بوقتنا هذا في وايد يمكن من النساء من الرجال يعانون من زياده الوزن، فشلون تخلين الواحد يواظب انه يخلي جسمه رشيق؟ شوفي بالاساس احنا قلنا اوكي الرياضه مهمه، بس عشان الواحد يكون جسمه رشيق ويبتعد عن السمنه 70% ولا 80% يعتمد على نظام اكله. يعني اذا هو يلعب رياضه وياكل ويسوي اللي يبي عمره ما راح يوصل او توصل حق الرشاقه او حتى الشيء اللي هي تبيه. عشان تكون صحيه، عشان تكون رشيقه، تلتزم نظام اكل معين. نظام صحي أكل معين. طبعا صحي. تلعب رياضه خلال الاسبوع على الاقل يعني 5 ايام، بنقول بالكثير اللي ما عندها وقت 3 ايام بالاسبوع هي لعبة رياضه افضل شيء. طبعا اكيد طبعا مع الاكل الصحي اكيد. انزين ليالي، ايش رايك الحين نوري مشاهدينا نلعب شويه رياضه ونسخن؟ وانا راح العب معك. يلا تمام، راح نخلي مشاهدينا يشوفونا، تابعونا وبعدها حرد بالحوار مره ثانيه مع الرياضيه ليالي الكندري. مشاهدينا طبعا شفتوا ان انا وليالي سوينا شويه رياضه وسخنا، والحين راح نكمل حوارنا مع ليالي. ليالي ابي اعرف اكثر، انت مثل ما انت شايفه الحين بندش على شهر رمضان، طبعا مبارك عليك شهر بالبدايه. علينا وعليك شهر. وعارفه ان الاكل الدسم يكثر برمضان، فشلون تحددون الخط الاحمر ان الواحد ما يتعدى فوق الخط ويوازن جسمه من ناحيه الاكل؟ شوفي رمضان طبعا اكثر شيء يكثر فيه السكريات، احنا عارفين، والاكل مثل ما قلت هي الدسم وكذي. العزايم، الغبقات، طبعا كلها خراب بخراب. ضروري ان احنا نكون نختار القيمه الغذائيه الصح. ما نكثر. يعني هم انا ما اقول حرمان، منعي روحك من الحلويات والسكريات، لا اوكي اكلي بس باعتدال. حاولوا فطوركم يكون خفيف ما يكون ثقيل، اللي هي الشوربه مع التمر واللبن. بعد فتره اكلي الحلو خليها بعد 3 ساعات او ساعتين من وجبه الفطور، وحاولي تكون يعني نسبه شيء اللي هو قد كف اليد، ما تكثرين. بس المشكله صيام ما يقدرون. لا يقدر، صدقيني اللي يبي الشيء راح يقدر، بس اني انا على البنة باكل باكل بلحق قبل لا ياذن ثاني مره يصير سحور غلط، انا راح ازيد. مع ان بشهر رمضان هي احسن فرصه عشان تنزلين وزن. ما ينفع اذا مثلا الوحده او الواحد يروحون قبل الفطور يلعبون رياضتهم التامه اللي نفس قبل رمضان، وبعد الفطور ياكلون ياخذون راحتهم. اوكي ما عندي قاعده، ما في اي مشاكل. شوفي سواء في ناس تحب تتمرن قبل الفطور، طبعا اكثر الناس اللي تحب تنزل وزن يفضل انها تروح قبل الفطور. اللي تبي تحافظ على عضلها على تمارين المقاومه يفضل بعد الفطور عشان القوه، عشان ما تخسر عضل.
مع انه تقدرين بالحالتين تتمرنين قبل او بعد. أيه. ما فيها اي مشاكل، بس انا قاعده اقول شلون انت تقدرين توازنين الموضوع. سواء كنت تلعبين رياضه سواء ما كنت تلعبين رياضه تقدرين تنزلين، لان قلت لك اساس الموضوع كله خساره الوزن يعتمد على الاكل قبل الرياضه. الرياضه صحه قبل انا اكون رشاقه، فاكلك لازم توازنين فيه، يعني تحسبين كل شيء. أيه. مو عشوائي بس اكل 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 شني انا صح مو ملحقه على اي شيء. لا اوازن، احاول احط الجدول الغذائي حق رمضان. الحين والله ما كثر الانستغرام او السوشيال ميديا بشكل عام، الكل الحين قبل رمضان وايام رمضان الكل يتكلم على شلون تنظم اكلك. سهل اني انا اتابع واتبع اي أكيد. احد اكيد. انت طبعا مثل ما انت شايفه النساء عندهم رياضه خاصه والرجال عندهم رياضه خاصه، ولا في رياضه متشابهه؟ وكمين عن رياضه النساء؟ ما في شيء اسمه رياضة نساء ورياضة رجال، ما في، الرياضة كلها واحدة خصوصا نساء ولا رجال. فيها رفع اثقال بعد كل شيء، صدقيني رفع الاثقال والله ين ما في شيء اسمه رجال، كل شيء الحين كل انواع الرياضيات ما في شيء اسمه هذا حق نساء وهذا حق رجال. اللي يفرق شغلة واحدة، التركيز. ان البنات ساعات تحب تركز على شغلات معينة عكس الرجال فقط لا غير. بس هذا بس ما اقدر اقول لك انه لا رجال بروح. وبالنسبة حقك انت رياضة النساء شنو الرياضة اللي تعطينها؟ قلت لك انا مثلا البنات الاكثر يحبوا يركزون على ريولهم. اي يعني هذا الفرق، شفت التركيز. البنيه لما تيجي تقول لي انا بركز على ريلي اكثر، لا ما ابي اكتاف. ايش معنى يعني ريلي؟ عندها ان في معتقدات شويه خاطئه. وانا اقول لك في بنات يلعبون رياضه يعتقدون اذا لعبت فوق ان هي بتصير عريضه، مع ان هذا معتقد جدا خاطئ. ما له علاقه بشيء اسمه ان انا العب حديد راح اصير عريضه من فوق. فهي تقول بس اركز على ريلي بس ما ابي. لا، يبقى الجسم حلقه متواصله. اذا لعبت رياضه تحت لازم تلعبين فوق، تبي تشدين، تبين تناسق قوام رشيق لازم تلعبين. تقنعينهم ويوافقون؟ طبعا اكيد. ما امشي على كلامهم او ايها اللي في بنات هيك مثلا برايفت تقول لك لا انا ترى جايتك بس عشان ابريول. بس مع الوقت مع الكلام ترى هو اقناع. صح، لان شيء يربط شيء. صدقيني اوكي تشدين ريلي تشدين ايدك شويه شكلها مو متناسق، الخصر زين هذا كله مربوط ببعض. تبين هني قوامك يبين يكون صح لازم الخصر يظهر، معناته لازم تلعبين معده. صح، تبين الاكتاف تكون عندك فرده مشدوده فلازم تلعبين من فوق لتحت. ما في شيء اسمه لا لازم بس هالمكان هالمكان لا. بس قلت لك تركيز زياده يصير تحت. حلو. مثلا هذا اغلب البنات اللي يحبونه. شنو الصعوبات اللي واجهتيها؟ ان شاء الله ما في اي صعوبات. قلت لك بس بداياتنا ان رفع اثقال كانت انا اهلي الحمد لله ما واجهت يعني منهم اي صعوبات او شيء. بس المجتمع بشكل عام شنو رفع اثقال؟ ما عندهم ثقافه رفع اثقال. رفع اثقال هي رياضه مقاومه. تخيلي في ناس عندها تتقبل يعني كلمه رياضه مقاومه ما تتقبل رفع اثقال، يحسبون ان عضلات عضلات. لا لا انا بنت مهما لعبت وشلت من اوزان صدقوني انا ما راح اعضل بالفكره اللي هي اللي قاعد توصل لهم. ورفع الاثقال يشكل الجسم بطريقه مو طبيعيه. تخيلي غير احساس القوه اللي يعطي ترى احساس جميل. فقلت لك كانت بدايه من المجتمع شنو رفع اثقال، لان طول عمرهم يعرفون الرجال يلعبون رفع اثقال. بس بعدين لا والله الحين الكل اصلا يبي رفع اثقال. انت قلت الكل نبي نعرف بالاخر كثره الاقبال على الرياضه شنو شايفه؟ وايد ما شاء الله، نساء ورجال وايد. تخيلي سنة عن سنة كل ماله ما شاء الله الوعي قام يزيد. أي. وإقبال البنات قام يزيد الحمد لله. هذا أهم شيء. أي وايد هالشيء حلو وكذي يونسني طبعا يعطيك العافية. الله يعافيك. واستفدنا منك وايد حياتي. مشاهدينا أكيد استفدتوا اليوم وايد معانا ونورتنا الرياضية ليالي الكندري. مشاهدينا طبعا موهبتنا كانت اليوم موهبة الرياضة للفتنس ورفع الأثقال. الحين راح أخليكم راح أرد مرة ثانية مع الرياضية عشان أسوي شوية رياضة أكثر. يلا يلا مع السلامة.